الاتصالات تنفي قيامها بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي. كان طلعت شائعات كتير ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتراقب مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك. الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات نفى هذا تماما وقال ان ده مستحيل، احنا لا نتدخل ولا نمنع ولا نقترب من مواقع التواصل الاجتماعي. معنا الاستاذ الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات والتكنولوجيا. مساء الخير سياده الوزير. مساء الخير يا استاذ خير. اهلا يا فندم. سيادتك نفيت النهارده دور الوزاره في اي رقابه او منع لمواقع التواصل الاجتماعي. ده انا الحقيقه كان ده انا قلته امبارح فعلا، وانا باقر مره اخرى ان التواصل على الشبكات الاجتماعيه حق اصيل لكل مصري. نعم. كل مصري حر في التصفح، انشاء الصفحات، يكتب اللي هو عاوزه، لا رقابه ولا قطع باي صوره من الصور. الحاجه الوحيده اللي يعني نفس الشركه المسؤوله هي بتقطعها لما يكون في ازدراء للاديان، ودي حاجه بتبقى برانا هم بيعملوها، انما احنا لا نتدخل اطلاق. بالعكس، عدد يعني مستخدمي الفيسبوك النهارده بعد سنه الا يومين زادوا من 6 مليون ل 10 مليون. احنا الوزاره الحقيقه دورها بتبقى يعني بالايجاب، ان هي دائما بتحاول بتزود فيما يسمى البنيه الاساسيه من شبكات واجهزه علشان المصري حقه في استخدام الشبكات الاجتماعيه والانترنت وخلافه يقدر يكون على المستوى اللي موجود في العالم. نعم. دكتور محمد، انتوا قررتوا تطلعوا طابع بريد بمناسبه 25 يناير، مش كده؟ ده مظبوط. ما هو هذا الطابع؟ هيبقى شكله ايه يعني؟ هو الحقيقه ان شاء الله بكره في احتفاليه بسيطه بختم الطابع التذكاري لثوره 25 يناير. هذا الطابع التذكاري هو يعني مش طابع عادي، بيبقى كبير، بيبقى أبعاده 6 في 8 سنتيمتر، وده بيبقى تذكاري، وهو اللي عليه صورة الميدان، صورة الشعب المصري في أثناء الثورة، وهذه صورة حقيقية وليست رسما وعلم مصر. يعني هيبقى ميدان التحرير بالصور موجود على هذا الطابع التذكاري اللي هيصدر بمناسبة مرور عام على 25 يناير. بالظبط حضرتك، ويمكن لو يعني الناس دققت كويس ممكن تلاقي نفسها موجودة على الطابع التذكاري. نعم. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد سالم وزير الاتصالات والتكنولوجيا. مبادرة طيبة، الكل بيحاول أن يشارك ويحتفل بذكرى ثورة 25 يناير.